قول له لانه ما اعطيني. السلام عليكم ورحمة الله متابعين قناة منى وخالد. طبعا فيديو اليوم هو فيديو ايش؟ فيديو الانتقام من عمر. طبعا اول شيء ايش نساوي؟ تندق له تليفون. هي القصة اني لازم يعطيه عيدية لخالد، ما عطاه عيدية لخالد تنفسل له الدويلي بالسيارة لعمر. طبعا اول شيء تندق له تليفون، ماشي، تقول له يعطيك عيدية، ما عطاك عيدية هاي عقوبته، وهاي ترد لانه هو كمان هاك المرة بخلي السيارة هو ومحمد. نرجع نسوي فيديو هاي المرة بمحمد. عمر ومحمد، ايه بعدين محمد، بعدين نطلع له ايش نسوي بمحمد، بس الصاني اول شيء بعمر، صح؟ صح. وإن ما كنتش مشتركين بالقناة اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. طبعا نحن كنا ايش متفقين؟ كنا متفقين اني ندق له تليفون لعمر وخالد يحكي معه على التليفون بس عمر الصاني جاي لعنا على البيت، وبنفوت نظبط الغرفة قبل ما يجي والله مش هو صرفته. والله يعطيك العافية. والله خالد كان يحكي معك اليوم تليفون، قال ايش بده؟ اعطيني العيدية. عيدية. طيب لا. ما اعطيتك. 50 مرة قسما بالله. يلا اعطيني. هو بده الصاني. خالد ما حط الكولكشن اول ما العيد اعطيتك مصاري؟ لا. كيف لا؟ ما هو أنا وأنت ما رحنا لعشان أنا مورف، أنا ما كنت ولا بس هاي عطيتها لمنى أنت ولخالد ما عطيته؟ أعطيتهم بينات أنا أشكره خالد. لا لمنى لخالد ما عطيته، بس لمنى عطاها، بس لمنى ها؟ لك ما عطيته. أوكي؟ خالد ما أخذته لك، جبت لك سيارة أول ولا عيداء قد ذا أليكو يا هو بده مصرات. ما دي ليكو أشياء دي ليكو، ما بده هو السيارة ولا بده مصرات. بده مصاري؟ ايه. اشخاص بدك؟ اشخاص بدك؟ 50 يورو. 50 يورو. خلاص افتح السيارة مرسيدس ربيعة. بيع الاوقات وخد 50 يورو. ايه خلاص. اعطيني. خالو كم مرة اعطيتك واحد؟ ارجع اعطيك، صار بس انزل السيارة ترجع اعطيك. لا، اعطيني. اول ما جبت لك هيك سيارة قد أعطيتك مصاري. هو بده مصرات يعني، ما بده سيارة. هاي يلا أعطيني أنا. أنت صانع عيدية. خلاص ما أنت؟ إيه؟ تعال نشوف. صانع ايش نسينا أنت؟ الدولية. صوتي صوتي. ننزل لتحت. ونفسر له الدولة. بس عمارة بنعطيني ألا. عمور ايش وين؟ تعال عمور، قل له مرحبا عمور وفن. مرحبا عمور وفن. ايه القلم اللي اعطيته اياه، هلا راح ننزل لتحت ونفسر له الدولاب. اوكي؟ اوكي يلا. بس عمور وفن قال تعطيك ال 50 ها؟ ايه صح؟ صح. يلا قل له. جي كم؟ صار المسا الصاني وكان نزلنا لتحت، عمر يصطفل ما اعطاه مصرات. ايش نسوي الصاني خالد؟ نحن على اساس تصير الفيديو يعني الظهر، صاني صار المساء طبعا تنفس له الدولاب الصاني انا وانت على السريع ونتخبى هناك. يا اوكي بس بدنا شي شغله، تعال طلع هاي. طبعا هو هاك المره هسه مع عمر هي غالب بخلي السياره صح. خلوه ينزل الارض. ايوه خليه ينزل لتحت. مش هاي مرة ايش؟ ليش يساوي؟ ايش يساوي؟ لا يبحلق السيارة. طبعا نحن والله نسينا كمان نجيب كان الوان عشان ابخل السيارة. هي؟ عندك الوان بالبعد بس نسينا. هي؟ بس نسينا نجيب الوان. نسينا نجيب الوان. تعال نفس البتين. تعال. هاي؟ ايه.
شين؟ ما كنت انقبس اي وان كبس نزلوا كل العرض اي تعال نتخبى الصاني لبين ما يجي بقى بنستناه بقى حتى يجي تعال ايش تساوي له؟ ايش تحط له؟ تعال نتخبى هون طلع هاي لا تدقروا هاي اذا دقرتوا بالجسم يحكوك هاي الحشيش ها طلعوا ما راح ندخل نتخبى هون نتخبى هون تعال هاي هي ايه هون حتى ننفع ايه هون نتخبى ورا لبين ما يجي تنستناه تعال شي شي قبل ما يجي يلا كان حيوان يحلق في العريضة ايه بعد ما يجي خليك هون حتى يجي انت بس ما بس ما يجي عمر تخلك ما تطلع صوتها بابا مو هو تنزل بهالنزل يا عمر مو تحكي شيء اوكي كوجيك ما يجيك كوجيك تعال 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 ما طلع خالد مو مو ما راح يبين تعال بس السيارة راح ارجع خالد ارجع بس خالد هاي لانه انت طلع خربطه شوطك يعني طبعا طبعا بالله عندي موعد ترون عند البيت قطر تقي ما اعطيته عيديه بس ايه تعال 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 نزل نزل صعب اجيب لك بنفخ وانا للدولاب مش تعرف هاك المرة تبخل لي السيارة انت ومحمد محمد سيارة انا لاحظت حسين تطلع محمد محمد له مني فيديو بعد طول لي بالك هاي ايش؟ لانه ما اعطيته العيدية كمان لخالد على كل حال صاني انا بجيب هاي الماكينة وبنفخ لك الاشكال اسم الدولي من عندي هالدولابين العيدية تعال ماشي معي بدي سيارته عمر وتشو ماكي تفسر طلعوا هاي بعد ما فسينا الدولاب انا وخالد باي 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 يلا وصلنا معك لنهاية الفيديو باي 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 باي, باي. ماكي حكي ماكي حكي شي بالمرة ايه هو دولاب فسينا لك ويلو اشبه باي